ما هو مستقبل ليبيا من فضلك؟ شوية. وما هو رأيك في الدور الألماني في الدور الليبي؟ الدور الألماني مميز من خلال القرارات الدولية التي صدرت والتي كانت ألمانيا من ضمن الدول المتحدة. ما هو تفكير كانت رحلتك لواشنطن؟ نرحب بكم وبصوت واحد وهدف واحد وغاية واحدة ليبيا. اسمعوني راها والناس تشتغل. بناء غات حيكون لها ممثل واحد، وادي الحياة حيكون لها ممثل واحد، الشاطئ حيكون لها ممثل واحد. صبرات وصر The council will be completed to represent the whole Libyan people. Including Tripoli. Everybody. Everybody will be represented. So in this way, that the council will be legal, accepted. So we hope that the world will understand us, deal with us, cooperate with us. And we need a recognition. Tell them to give us recognition. Will do. Okay? Thank you. That's fine. You're welcome. Thank you. الحرية بذات أيها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر بنغازي على حسن الاستقبال كرم الضيافة